السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو القصير اللي دائما تلاحظوا لا في الانترنت ولا في المراكز ديال الدورة التدريبية، تلقاو دائما تطوير الذات، كل ما يتعلق بموضوع ديال تطوير الذات. ولكن انا كشخص كيفاش يمكن ليا تكون هذه الانطلاقه نحو تطوير الذات؟ لانه تنديروا اخطاء اللي هي كبيره، سواء تكون واعيين بها او غير على وعي بها. لهذا داكشي علاش ما تنحصلوش على حنا على نتائج ايجابيه من خلال هذه الدورات. اول شيء باش يكون واحد الانطلاقه نحو تطوير الذات خصو يكون الوعي الذاتي. يعني ملي نقول لك الوعي الذاتي، من نقاط القوه ونقاط الضعف، اشنو بعدا انا فين تنتواجد حاليا. الوعي الذاتي يعني عاد انا تنقرر. المرحله الثانيه هو احساس بالاتجاه، يعني اي اتجاه غادي نقبض، انا شنو هما الاولويات ديالي. ما نبقاش انا تنخدم في مجموعه ديال الاتجاهات، هذا الاتجاه، كون على يقين غادي يرتبك انا في الاشياء ديالي. زياده عن ذلك تنركز على الاشياء بكل فعاليه، يعني تركز على اشياء بكل فعاليه. لهذا قلت لكم كاين الوعي الذاتي، قلت لكم كاين الاحساس بالاتجاه، اي يعني تنقصد بها الاولويات، وكاين كذلك التركيز والفعاليه. انتظرونا في الفيديو التالي اللي غادي نكملوا واحد ثلاثه نقاط اخرى خاصه بالانطلاق نحو تطوير الذات.